السلام عليكم. بلد من رموزها امرؤ القيس والغافقي وعلي أحمد باكثير، ومن آثارها شبام المدرجة على لوائح اليونسكو للتراث العالمي. إنها حضرموت ذات المدائن التاريخية والعلوم الإنسانية والتراث، منها أبو بكر سالم بلفقيه والمحضار وكرامة مرسال، ومنها رواد الحركة الأدبية الصحفية والدعاة التنويريون، ومنها العسل الدوعاني والمندي الحضرمي. حضرموت الهجرات التجارية التي نشرت الإسلام في ربوع آسيا. قيل في وصفها حضرموت السحر والجمال، البحر والتلال، التاريخ والحضارة. صورة مكثفة تحكي هذا الجزء من الجغرافيا اليمنية بغناه الفني والتراثي والثقافي. ففيها تميزت العمارة الطينية حتى أصبحت مساكنها معالم أثرية وتراثية تمتد بامتداد التاريخ والحضارة. مشاهدينا الكرام، هذا المساء سنتحدث ما استطعنا عن حضرموت وعن طقوسها الرمضانية وما يتخللها من فعاليات تراثية وفلكلورية، عن خصوصية حضرموت وفرادتها بالتاريخ والتراث، وعن عوامل تشكيل الهوية الحضرمية من تقاليد اجتماعية وقيم دينية، عن فنونها وتراثها الشعبي وفن العمارة الطينية. وللحديث عن كل ذلك سينضم لي في الاستوديو الصحفي أيمن باحمد. أهلا بك أستاذ أيمن. أهلا وسهلا بك أستاذ وجيه، وسعيد بهذه الاستضافة، وسعيد بأن يكون هذا المساء يمنيا حضرميا إن شاء الله. يا أهلا وسهلا، وأنا أسعد لذلك أيضا. شكرا جزيلا. إذا مشاهدينا الكرام، سنبدأ هذه الحلقة وهذا النقاش في هذه الحلقة بعد أن نتابع وإياكم هذا التقرير. مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا شهر العبادة، مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا شهر السعادة. لا تزال مباهج القديم تفرض نفسها بقوة في تفاصيل الحياة الرمضانية في اليمن، حتى باتت لكل مدينة ما يميزها من عادات. فحضرموت تعد كنزا تراثيا وحضاريا تتنوع فيه عادات الناس وتقاليدهم، خاصة فيما يتعلق بشهر رمضان المبارك. آخر شعبان يبدأ الأولاد، آخر يومين في رمضان شعبان يبدأ الأطفال الصغار يتحدثون يصيحون في الشوارع والهلال والهلال، فهذا يعني نوع من الاستقبال لرمضان، وهذا العادة معمول بها في تريم الغنة وفي شبان الصفراء التي دائما نعملها. هكذا يستقبلون رمضان قبل قدومه، يستبشرون بالهلال ويطوفون في شوارع المدن مرددين هذه الأهازيج. وخلال الشهر تشتهر في حضرموت عادة التشهير أو المشاهرة، وهي عبارة عن تبادل الزيارات بين الأرحام والجيران وجبر ما حصل للقلوب خلال العام. ولكن عندما أنا أدخل بيت فلان وأشاهدك أنت قاطع رحم أو قاطع شيء وأمسكك، وين بتروح؟ أنا بروح مكان هنا قليل، نقول لفلان شهر مبارك وأمسك بيدك هكذا، ثم نتحرك مع بعضنا البعض، يستحي مني لأن اللي يد عليه في علم في صلح في أستاذية، فيستحي مني نصل لبيت هذا، تجد بيت الآخر مفتوح وعنده رجل البيت نفسه، فيقول تفضلوا، فيسمع هذا الاثنين عندهم شحنة فيسمع كلمة تفضلوا فيمد يده ويتصافحون ويضطرون يدخل وتنتهي تلك الشحنة. من أبرز ما تشتهر به حضرموت في رمضان ليالي الختايم، وهي عادة قديمة عمرها أكثر من 200 سنة، إذ يجتمع الأهالي مع أطفالهم بعد صلاة التراويح، حيث يعبق المكان بالأجواء الروحانية وابتهالات الدعاء والاستغفار واستكمال ختم القرآن. الأطفال في حضرموت حاضرون في قلب الحدث خلال شهر رمضان. في العشر الأواخر وفي ليالي ختم القرآن يكون لهم حظ من زيارات البيوت، حيث توزع عليهم الختام، وهي هدايا خاصة بمناسبة ختم القرآن. في السقاقيف معروف ينتقلون الأولاد الصغار من بيت إلى بيت في 23 في 25 إلى 29 رمضان، هذه الهزية اللي تردد مثلا، يأتي يدقون على باب البيت يقولون شيء ولا ما شيء، يقولون البيت معاهم ختامي وظيفة، يقولون شيء لا شيء، يقولون ماشي، إذا قالوا شيء تفضلون يدخلون. أول ما يدخل الأطفال عند باب البيت يصيحون بأصوات مرتفعة، والدار الجديد كنت دخلناه وأبونا حداد لا عدمناه. التواشيح الرمضانية هي الأخرى حاضرة في حضرموت. العزف والعادات الصوفية الجميلة حاضرة في روح المدينة وضاربة في عمق تاريخها.
ليس غريبا على حضرموت كل هذا البهاء، وهي التي أنجبت المحضار وأبو بكر سالم ومرسال، وأبدعت الدان والأغاني والأهازيج المتنوعة، واختلط فيها الحب بالتصوف والعاطفة بالنشيد الروحاني، ورسمت لوحة فنية ساحرة يقل نظيرها. لم ينس أحد أن أول ناطحات سحاب في العالم كان عنوانها شبام حضرموت، فنون العمارة الطينية وأشكالها البديعة زينت منازل حضرموت وتنوعت بتنوع مدنها وتاريخها. هذا الجمال وهذه البهجة ليست جديدة على حضرموت، فقد طاف الأجداد بتجارتهم مدن العالم ونشروا الإسلام في آسيا وغيرها، وتركوا أثرا طيبا في نفوس الناس لا يزال صداه يتردد إلى اليوم. دايم لياليه قدرية في كل ساعة، وإمداده من فيض مولاه حاقية. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة عن حضرموت، كما أجدد الترحيب بضيفي هنا أيمن. أيمن، وأنت يعني تشاهد التقرير عادت بك الذكريات إلى حضرموت، ربما هذا رمضان الأول لك خارج حضرموت؟ للأسف أنه ليس الأول، وأتمنى أن يكون الأخير. هذا رابع رمضان، رابع رمضان على التوالي يكون خارج حضرموت. وحقيقة شكر للزملاء الذين قاموا بإعداد هذا التقرير، عدنا وعدت شخصيا إلى حضرموت، رائحة البخور وصلت إلي، عشت الأجواء، يعني فعلا أجواء جميلة، وخصوصا أن معظم هذه العادات والتقاليد ترتبط بسنوات الطفولة، أجمل سنوات العمر. كما شاهدنا في التقرير هناك ختائم وهناك عادات وتقاليد يكون للأطفال جزء كبير منها. هذه المرحلة السنية تكون دائما هي الأكثر اشتياقا من بين سنوات العمر. فسبحان الله، نتمنى إن شاء الله أن يعم الخير في البلاد. اللهم آمين. ونجتمع جميعا إن شاء الله في خير وعافية. حضرموت ذات يوم. واسمح لي في البداية قبل ما أخوض في الحلقة أن أقول خواتيم مباركة على الجميع، ونسينا ما نسلم على المشاهدين، إن شاء الله نقول لهم تقبل الله منا ومنكم، وخواتيم مباركة إن شاء الله. اللهم آمين. طيب، بما أن احنا بدأنا بالحديث عن حضرموت، حدثنا عن طبيعة العادات فيما يتعلق بخصوصية شهر رمضان المبارك، ونحن يعني في أيامه الأخيرة، ما هي أبرز العادات الرمضانية، الطقوس الرمضانية في حضرموت تحديدا؟ نعم، في حضرموت وفي عالم الإسلامي بشكل عام، رمضان له خصوصية بين كل الشعوب الإسلامية على مستوى العالم كامل، وعلى مستوى اليمن، وعلى مستوى حضرموت، وعلى مستوى المدن داخل حضرموت. اليمن لو تحدثنا بشكل عام تمتاز بثقافة متنوعة، ثقافة تعطيها نكهة أخرى، تعطيها بعد وعمق تاريخي كبير، عادات في صنعاء، عادات في المكلا، في حضرموت، في عدن. هذا الخليط يجعل من هذه البلد يعني سبحان الله عراقة وحضارة. في هذه الحلقة كما هو مخصص سنتحدث عن العادات في حضرموت. حضرموت للأمانة تمتاز بروحانيتها، تبدأ لو عدنا بالذاكرة ونحن في ختام شهر رمضان، لكن لا بأس أن نعرج عن طقوس استقبال شهر رمضان. في البداية يبدأ الاستقبال أو المراسيم استقبال شهر رمضان من ليلة النصف من شعبان، قبل بداية رمضان بنصف شهر، قبل رمضان ب15 يوم، في ليلة النصف من شعبان، وهي ليلة فاضلة كما هو معروف وجاء في الأثر والحديث. يبدأ الاحتفال من هذه الليلة، تكون هناك مجالس للذكر وحلقات للقرآن، وترديد عدد من الموشحات في المساجد وبعض الزوايا، زوايا العلم والمدارس التقليدية، إذانا وإشعارا للناس بأنه رمضان على الأبواب. يبتدأ الناس ويبدأ الناس بالاستعداد بشقين، الشق اللي هو الروحاني يتجهزون، يعيدون يعني ترتيب حساباتهم، كما هو معروف رمضان محطة روحية ودينية كبيرة. والشق الآخر الترتيبات الملموسة يعني الحسية، يعني عندنا مثلا عادة في حضرموت يقولوا إيش، يمحضون التكة. أكيد يمحضون التكة. أكيد لابد من إيضاح للمفاهيم. يعني دائما في البيوت الحضرمية في مقدمة كل بيت تكون هناك دكة يجلسون فيها كبار السن، يتبادلون أطراف الحديث فيها، يتم إعادة إعمار هذه الدكك بالطين،
والنورة كما هو معروف، البيوت في الخلفية هنا تظهر مدينة شبام. الجزء الأبيض هذه النورة يتم سمونه يرشون النورة، يعني يعيدون تهيئة البيوت، تجديدها ترميم ما نعم ما حتى أنه يعني ربما ارتبط في أذهان الناس أنه لو في أحد ناوي يصلح حاجة في بيتهم يقول يا أخي لحظة خلي رمضان يجي وبعدين قضي. يا سلام. فتكون الأجواء جميلة، تشوف تغير كامل في القرى. أنا من أبناء مدينة سيئون ومن مدودة تحديدا، مدودة يعني إحدى قرى وهي نموذج حقيقة لطبيعة العادات والتقاليد. وأذكر سيدي الوالد رحمه الله قال فيها قصيدة مطلعها: بلدة كلها جمال وعطر، راية الحب فوقها معقودة، والفراشات في البساتين تلهو وتعب الرحيق من أملودة. مدودة هي نموذج، وهي نموذج لعدد من القرى وعدد من المدن في 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 وادي حضرموت، في وادي حضرموت على وجه التحديد. تبتدأ هذه المراسيم من ليلة النصف، الناس يتهيئون، ربات البيوت يذهبن إلى الأسواق، يشترون الأطباق والصحون، يتجهزون إلى 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 الحدود لحلول شهر رمضان. في شهر رمضان تكون في بداية شهر رمضان العشر الأولى اللي هي عشر الرحمة كما جاء في الحديث، أوله رحمة وسطه مغفرة وآخره عتق من النار، جعلنا الله وإياكم منهم ومن شملتهم إن شاء الله. العشر أو الأيام الأولى تسمى أيام التشهير دائما. هو المصطلح لفتني عندما سمعت من بعض الزملاء الحضارة التشهير، يعني عند التشهير الناس مفهومه آخر. التشهير في قاموس حضرموت التشهير في قاموس حضرموت هناك أسر كما هو معروف، يعني الأعمام الذين يلتقون في الجد الرابع الخامس السادس، ممكن في كل يوم يذهبون إلى منزل أحد أفراد الأسرة لتقديم واجب المباركة بشهر رمضان بحلول الشهر. كل من في البيت، الأولاد الرجال والنساء والأطفال، يذهبون إلى بيت كبير العائلة أولا في اليوم الثاني والثالث. أول يوم كل واحد في بيته طبعا، من اليوم الثاني والثالث يذهبون كل ليلة إلى بيت أحد، ويبتدون دائما بالكبار في السن ثم الأصغر ثم الأصغر، يقدمون له واجب المباركة. دائما تكون هذه بعد صلاة المغرب، ولكن الآن يمكن في السنوات الأخيرة تكون بعد صلاة العشاء، بعد صلاة التراويح أقصد. يجتمعون، يجلسون، يشربون الشاهي الحضرمي. ذقت الشاهي الحضرمي يا أستاذ وجيه؟ لابد من فعل ذلك الآن. الشاهي الحضرمي والمكسرات الجميلة، يجلسون في حديث ودي. أنا أتمنى لهذه المجالس الاجتماعية، للأسف الحين كل ما نحضر اجتماع خصوصا بين الشباب وبين الأجيال، وأنا منهم، أنا ما بكبر نفسي، يعني أخذت التكنولوجيا جزء كبير من نسيجنا الاجتماعي. يعني نادرا تلاقي شباب جالسين كل واحد ماسك الجوال، وحتى ان تحدثوا عن مضمون السوشيال ميديا، شفت فلان ايش كتب، شفت ايش قال، شفت الترند، شفت تويتر. لكن لما تعود الى هذه المجالس التي تجمع ابناء الاسره الواحده، مجالس فيها فائده. انا تعلمت من هذه المجالس، تعلمت الشيء الكبير عندما اشاهد والدي رحمه الله وأعمامي يتحدثون عن أمور المنطقة، عن ظاهرة ربما سلبية ظهرت في المنطقة، عن مستوى الأبناء وحوالهم في المدارس. هذه الأحاديث الاجتماعية هي مدارس أو مجالس تربوية صح التعبير، نحن نفتقدها الآن. ولكن رمضان مناسبة جدا، مناسبة لأن تعود مثل هذه العادات والتقاليد، يجلسون في أنس وفي صفاء بعيدا عن وجع الرأس وعن، لكن حاجة في حاجة الآن تنغص عليهم، انقطاع التيار الكهربائي. الله المستعان. طيب دعنا نشك معنا في الحديث إيمان في هذا الحديث ذو شجون يا بكل تأكيد. دعنا نشك معنا في الحديث المؤلف الموسيقي محمد سالم القحوم الذي ينضم لنا عبر الهاتف. أهلا بك سيد محمد. أهلا وسهلا فيكم ومساء الخير عليك وعلى المتابعين وعلى صديقي الغالي الحبوب أيمن. يا أهلا وسهلا، خواتم مباركة وكل عام وأنتم بخير. وأنتم بألف خير يا رب، الله يسلمكم. يا حياكم الله. ونحن نتحدث عن حضرموت وعن العادات في حضرموت، لحضرموت خصوصية بكل تأكيد على المستوى أيضا الموسيقي، على المستوى حتى الروحاني أيضا، ما يتعلق بالروحانيات أيضا. هناك تعرف حضرموت بالدان وأيضا تعرف بالموشحات الصوفية، حدثنا أكثر عن هذا الجانب سيد محمد. فعلا حضرموت الخصوصية الجميلة فيها أنها في الجانب الموسيقي والفني بشكل عام فيها نوع من الأصالة موجودة. في عندنا تراث فني له مئات السنين موجود،
والجميل في الموضوع أنه في خصوصية. يعني نحن في الجانب الموسيقي غالبا البلدان اللي توجد فيها احنا بنسميه الحنك. الخصوصية هذه في اللون اللحن التراثي اللي ما بتسمعه إلا بس في هذا المكان، هو ذا الشيء اللي يميز عندنا الأشياء التراثية اللي موجودة سواء كان في اليمن بشكل عام، الألوان صنعانية عدنية، والحضرمي بشكل خاص. في حضرموت أنه عندنا الشيء هذا موجود من الصغر. يعني مثلا عندنا نحن الموالد الصوفية، الموالد الصوفية مثلا اللي موجودة الآن في حضرموت خاصة الوادي تريم بالذات، بتلاقي فيها ألحان، يعني مش بس بتكون عبارة عن مثلا أدعية وكذا، لا بتكون فيها مثل إنشاد. هذا الشيء يعمل على تأصيل الفن نفسه سواء كان عند الأولاد الصغار، فبتلاقي أجيال قوية جدا تطلع أصوات مبهرة من هذا الشيء البسيط، يعني من المساجد، من بشكل تراكم اللي يعملوها. مفهوم بالضبط. فيعمل تراكم عند الشخص من ناحية ممارسة، تلاقي الشخص يمارس الشخص الفني بشكل عام سواء كان منشد أو فنان، يمارس هذا التمرين على الحنجرة أو كذا أو على الحنك نفسه الخصوصي التراثي من هو صغير أصلا. فتلاقي في عنده يعني كذا حنك، ذائقة موسيقية، ذائقة فنية إلى حد كبير. صدقت فعلا إلى حد كبير جدا. نعم. وبخصوص الدان، الجميل برضو في الدان أنه، والجميل برضو حتى عندنا لازال في حضرموت متمسكين جدا، يعني بتلاقي في مجموعات تسمى مجموعة الدان مش عارف إيش، مجموعة الزربادي، مجموعة الكذا، لازال إلى اليوم، إلى اليوم هذول الأشخاص لهم جلسات، لهم سمرات كل خميس مثلا أو كل يوم في الشهر بيجلسوا. هذا الاستمرارية الموجودة أحس أنه يعني عاطية جو خاص معين. يعني لما تشي مثلا تنظر للجانب التراثي تلاقيه موجود بشكل متسلسل من ناس القدامى إلى اليوم موجودين يتداول. أكبر بس مشكلته أنه ما قدم للعالم كذا بصورة قوية. طيب يعني قبل أن يعني نتحدث ربما عن أسباب عدم انتشاره بهذا الشكل الكبير، وإن كان فعليا يعني ربما صدر الفن الحضرمي، تصدر إلى منطقة الخليج ومنها إلى أماكن أخرى في العالم العربي، لكن قبل ذلك عموما ما هي أبرز المناسبات التي يحييها الحضارمي ويحتفون بها بهذا اللون الغنائي الحضرمي؟ هي مناسبات كثيرة. شوف اللون الحضرمي مش محصور في لون واحد، يعني هي مجموعة كبيرة من الألوان. عندنا اللون اللي هو الزربادي، لون الدان الحضرمي، لون الطرب الحضرمي، لون الألعاب الشعبية الحضرمية، شبواني عدة، لون الألعاب الشعبية الساحلية البحرية الحضرمية كمان. فهي مجموعة كبيرة جدا من المناسبات، سواء لو جينا من جانب المناسبات الدينية اللي مثلا الصوفية اللي في الموالد أو غيرها من الحضارات أو الأشياء المناسباتية الدينية اللي تعمل غالبا، أو لو جينا من جانب الأعراس، أو لو جينا حتى من جانب الفرق نفسها هي تعمل يعني فعاليات لحالها. يعني فرقة الدان تعمل فعاليات الدان، فرقة الزربادي تعمل فعاليات الزربادي، وهكذا. فهي مجموعة كبيرة من المناسبات. حتى في ألعاب شعبية عندنا لها أيام معينة، مثلا خلاص مثلا في بعد الأعياد بيكون عندنا في شيء مثلا في الوادي اسمه المطالع. المطالع هذه لعبة شعبية اسمها العدة اللي هي الشبواني نحن نقولها في داخل حضرموت. فهذه الشبواني تلاقيها يعني لها قواعد ويعملوها في الأعياد، يعني كفرق كبيرة، يعني يطول الحديث في بكل تأكيد هذا بالذات لأنه هو بحر والله. طيب الآن برأيك، يعني وكنا نتحدث قبل قليل حول انتشار هذا الفن، انتشار الخصوصية الحضرمية أو اللون الحضرمي في الغناء، برأيك هل أخذ حقه؟ ما الذي ينقص هذا الفن لأن ينتشر بشكل أكبر، لأن يعرفه العالم بشكل أكبر؟ فعلا هو إلى الآن على فكرة ما أخذ حقه بالشكل الصح. أنا كنت قبل فترة في الأردن أدرس، وبعدين مثلا كنا نعمل صالون موسيقي وكان أحط لهم أشياء، سمحهم أشياء تراثية عندنا، فيعني تواجه بانصدام، واو وين هذا، ليش وصل لنا يعني بالأسلوب. أكبر المشكلة الأساسية في انتشاره، شوف الفن الحضرمي هو زي ما تكلمنا أنه أكثر من اتجاه، أكثر من لون. اللون اللي انشهر هو الفن الطربي
اللي الان نحن نسمعه في الخليج بشكل عام وانتشر بشكل قوي جدا في الخليج بعض الاماكن الاخرى. لكن كاجواء ثانيه موسيقيه بحته مثلا دان لحاله ينتشر، ما سمعنا مثلا يعني فيلم عالمي مثلا كانت مثلا موسيقته معموله مثلا من روح الموسيقى الحضرميه. فهذا الشيء يعني يضع مسؤولية على الفنانين وعلى المنشدين ربما لإيصاله بشكل أكبر. نعم. إذن هو محتاج شغل إعلامي بدرجة أولى أكثر من أي شيء آخر. بكل تأكيد. إذن أشكرك أستاذ محمد سالم القحوم المؤلف الموسيقي، كنت معنا عبر الهاتف. بالعودة إليك أستاذ أيمن، كنا نتحدث عن العادات أو الطقوس التي تحدث في رمضان، لم ننهي كل الطقوس. هناك طقس الختائم صحيح؟ نعم. اسمح لي استاذ وجيه ان اعود بنقطه خفيفه. تفضل. الى مداخله العزيز محمد القحوم، تحدث عن الالوان الحضرميه وتحدثت انه ربما لم تاخذ بعض هذه الالحان وبعض هذا الموروث لم ياخذ صدى في المستوى في الوطن العربي وفي الدول المجاوره. للمعلوميه كثير من نجوم الخليج يعترفون ويقرون انه معظم او غالبيه او لن اضع نسبه معينه، ولكن جزء كبير من الفن في منطقة الخليج هو مستسقى أساسا من الفن اليمني ومن الفن الحضرمي. وهنا أود أن ألفت عناية الأخوة في وزير الثقافة ووزير الإعلام بأنه هناك قنوات خليجية معروفة كبيرة بدون ذكر أسماء تعيد إنتاج هذه وتسجيل هذه الأغاني، ولكن عند التعريف بها يذكرون بأن الألحان مأخوذة من التراث ولا يحددون أنه موروث يمني. هي قنوات خليجية وتغني هذه الأغاني الشهيرة وهي من الموروث اليمني، هم يعرفون ذلك قبل غيرهم، يكتبون أنها مستوحاة من التراث. هذه حقوق فكرية وهذا تاريخ لا ينبغي أن يمحى ونحن على قيد الحياة. ماذا سيكون بعد 20 سنة بعد 50 سنة عندما تجي أجيال ربما لا تجهل؟ وزارة الثقافة وزارة الإعلام عليها أن تخاطب بكل صورة رسمية هذه القنوات أنه يا جماعة هذه حقوق معروفة أنها مستوحاة وألحان مأخوذة من الموروث اليمني. صحيح. موروث أن اليمني ربما يأخذه الكثير وهو منتشر حقيقة وهو يلامس الروح. لماذا انتشرت الموسيقى اليمنية والحضرمية؟ لأنها قريبة من الإنسان، قريبة من الروح. الموسيقى لغة عالمية، تسمع لحن موسيقي ياباني تنسجل، تسمع بدون ترجمان وبدون أي لغة يتواصل فيها الكل، ولأنها نابعة من الوجدان. بدون دراسة الفن اليمني والحضرمي نابع من الوجدان. الملحنين لا عمرهم يعرفون نوتة، ولا كثير منهم كذا يدندن باللحن ويطلع معاه ويرسل أغنية. نشاهد أغاني أبو بكر ثنائي فقط تصدر أو صدرتهم حضرموت أبو بكر سالم والمحضار، غزوا الخليج بكل ما فيه. لا لشيء، لا احنا لا نستنقص من موروث الفني، هناك موروث فني كبير ومكتبة موسيقية كبيرة، ولكن ان يحصل او ان يحظى الفن اليمني بهذا القبول وبهذا الانتشار وبهذا اذا هناك سر كبير فيه. هناك سر. فانا اوجه حقيقة عتب على وزارة الثقافة ووزارة الإعلام انه يا جماعة قال حاجة نحافظ على تراثنا بتوجيه رسائل رسمية، ما فيش مانع يعني، أتمنى ذلك حقيقة. بكل تأكيد هناك مسؤولية كبيرة على المسؤولين في يعني هناك كثير من المسؤوليات التي يجب أن يتضرعوا بها. نعم. بكل تأكيد. نعود إلى العادات الرمضانية حتى نستمر فيها. الختائم، حدثنا عنها. الختائم كما هو معروف في الوادي وفي الساحل وأيضا في منطقة ساحل حضرموت في مدينة المقلة تشهد ربما أكثر زخم في هذا الجانب، جانب الختائم. وشاهدنا في مدينة المقلة ختم مثلا مسجد عمر، مسجد الفلاح، مسجد الحارة، مساجد كبيرة وذات شعبية في ذات شعبية وحواري عريقة في مدينة المقلة. هناك شقين للختائم. أولا، هو ما هو مفهوم الختم عندنا في حضرموت؟ الختم هو إحياء الليالي الوترية في المساجد، في مساجد المدن سواء في الساحل أو في الوادي. الختم هو عبارة عن ماذا؟ أنه إمام الجامع أو القيم على الجامع كما هو معروف شهر رمضان شهر القرآن يقرأ أو يبتدئ قراءة المصحف من الفاتحة، ويقرأ الفاتحة، البقرة، آل عمران، يقرأ يمر على سور القرآن الكريم إلى سورة الليل إلى يعني إلى سورة الضحى، من ثم يتم ختم القرآن بصورة جماعية في المساء في الليالي الوترية، لذلك من أجر.
وهو نوع من محاولة مصادفة ليلة القدر بأنه يتم ختم هذا القرآن كل ليلة وتر في أحد المساجد، يعني ليلة ثلاثة في مسجد، ليلة خمسة في مسجد، ليلة سبعة في كم أعرف، ليلة الوتر في الليالي، ليلة القدر عفوا في الليالي الوترية، ففي كل ليلة يكون هناك ختم في أحد الجامع. ولك أن تتخيل أن صادفت ليلة القدر ليلة ختم قرآن وما إلى ذلك من أجر، والملائكة تستغفر لك إلى طلوع الشمس، وإذا ختمته في المساء يستغفرون لك إلى غروبها، فهو نوع من التحري لليلة القدر، وهناك تكون أناشيد مصاحبة لختم القرآن وبأصوات شجية كما قلت لك. ربما الناس يعرفون الفن الحضرمي في شقه الإيقاعي والشرحي، لكن هناك جانب من الموشحات الحضرمية عندما تسمعها الروحانية والأناشيد، نعم لما تسمعها تلامس الروح وتلامس الوجدان بصورة غير عادية. يا سلام. نعم. طيب دعنا نشك معنا في الحوار الآن أيمن الباحث التاريخي علي بن هادي الذي انضم لنا عبر الهاتف من تريم، أهلا بك سيد علي. حياكم الله يا حياكم الله. إذن سيد علي، لتريم كما هي بقية مدن وادي حضرموت خصوصيات، هناك نحن نتحدث اليوم عن العادات ربما بشكل عام في شهر رمضان وإن أيضا بأوقات أخرى، لكن ما لتريم من خصوصية في أيام شهر رمضان المبارك من عادات، من طقوس رمضانية للأطفال للكبار للجميع للمجتمع بشكل عام فيها؟ بداية نشكركم على تحت هذه الفرصة لنا المشاركة في هذا البرنامج، وطبعا شكرا أيضا لضيفكم العزيز أيمن الذي أبدى أو عرض كثير من موروث حضرموت، وكل الشكر والتقدير له. طبعا تريم لها خصوصية وميزة كبيرة، فهي عاصمة الثقافة الإسلامية في العام 2010، وميزتها أيضا أنها لا زالت تحتفظ اليوم بالكثير من العادات والتقاليد، ويحافظ أهلها على هذه التقاليد ويورثونها لأبنائهم. طبعا تريم لها الكثير من العادات، البعض منها عادات اجتماعية والبعض عادات دينية وتقاليد يقيمها الرجال والنساء في بيوتهم وفي مساجدهم. فمثلا في تريم يبدأ التهنية بقدوم رمضان قبل رمضان بعدة أشهر، تبدأ التهنية بقدوم رمضان يهني الجميع أو يهني البعض أو يهني أفراد الأسرة كل من يقابلونهم في شهر رمضان قبل بداية دخول شهر رمضان. نعم. ثم تبدأ التهنية في الأيام الأولى في النصف الأول من شهر رمضان، وهذا من جانب التهنية. أما من جانب العادات الأخرى، في بعض العادات الاجتماعية مثل التزاور يبدأ أفراد الأسرة زيارة كبار العائلة وينتقلون من بيت إلى بيت في الأيام الأولى، ويحرصون أيضا وتحرص كل عائلة على إقامة مائدة إفطار وعشاء للعائلة. ثم هذه من ناحية العادات الاجتماعية. أما من ناحية العادات الدينية فتريم لها روحانية خاصة يشعر بها كل من يدخل فيها. فتريم مثلا ليلها كله صلاة، متى ما أراد المصلي أن يصلي في أي وقت من الليل يستطيع أنه يحصل على صلاة يصليها من صلاه القيام والتراويح، تبدأ منذ دخول العشاء حتى نصف الأخير من الليل. مساجد تريم كلها معمورة في ليالي رمضان. جميل. أيوة. نعم أكمل تفضل. أيضا تقام في مثل ما أوضح الزميل أيمن، تقام في ليالي رمضان خطوات مستعيد، وتشهد هذه الخطومات في اجتماع الناس على قراءة القرآن وقراءة المرشحات الدينية في أجواء روحانية جميلة جدا لا نستطيع لكم أن نوصفها لكم إلا إذا حضرتم هذه المجالس الروحانية. أيضا تقام عشية هذه الليالي الوترية هذه شعبية يقيمها الأطفال ويقيمها الكبار أيضا لأطفالهم احتفاء وإدخال فرح وإدخالا فرحة للأطفال، وتوزع أيضا الختام في هذه الليالي. يعني هو كنوع من التشجيع لهم لممارسة هذه العادات الرمضانية. كيف يعني يزرع لدى الأطفال مثل هكذا عادات من وجهة نظرك؟ هذه الختام ربما هي تشجيع للأطفال على إكمالهم صيام يوم كامل في هذه الأجواء الصعبة، فتشجيعا لهم توزع لهم هذه الختام
ايضا حتى تظل مغروسه في بالهم في عقولهم هذه الايام ويتذكرونها مدى سنتهم ويستقبلون رمضان في السنه القادمه بنوع من الشوق والحنين لرمضان، لانهم قد غرقوا قد غرست في بالهم نوع من الايش من الافراح. و استاذ علي. ايوه نعم. طيب تفضل. طبعا كريم لا نستطيع ان نختصر لكم موروثها في هذه الدقائق، وانما كريم كما قلت لكم خصوصيات كثيره هذه بعضها. طبعا بكل تاكيد لا يسع المجال لذكر كل هذه الخصوصيات المتعلقة بتريم وببقية مدن وادي وأيضا ساحل حضرموت. أشكرك على تواجدك معنا بحث تاريخي سيد علي بهادي، كنت معنا عبر الهاتف من تريم. إذا أعود إليك أيمن، نحن نتحدث عن تريم وعن مدن الوادي، هل هناك من فوارق يعني جوهرية أو تباينات ما بين ما هو ما يحدث عادة في رمضان في الوادي وما يحدث في الساحل، أم أن الأمر يكاد يتشابه بشكل أو بآخر؟ نعم، هناك تقارب كبير حقيقة في النسبة للعادات والتقاليد بين الوادي والساحل، سيما أن عدد من الأسر أساسا في ساحل حضرموت هي أساسا مهاجرة وذات أصول من وادي حضرموت والعكس كذلك، فالعادات والتقاليد متداخلة ومتقاربة إلى حد كبير، خصوصا الجوانب الاجتماعية والجوانب الروحانية لا تكاد تختلف بين الساحل والوادي. ربما هناك في التفاصيل يعني في الموشحات، مثلا لو جينا إلى الختائم هناك موشحات في الوادي وهناك موشحات في الساحل. لو جينا مثلا لطبيعة الختومات في الساحل الآن بدأوا يستثمرونها بجانب أكثر كرنفالي إن صح التعبير، مثلا في الختائم في عصر رمضان هناك تقام عدد من العروض، ربما الرقصات الشعبية، الجانب المسرحي والفكاهي، هناك تنافس إن صح التعبير، وهناك تبادل للأنشطة والجوانب الثقافية بين الساحل والبعد، لا يكاد يكون هناك فروق كبيرة في هذا مميزة. نعم. طيب هل هناك أيضا فعاليات أخرى تحدث خلال شهر رمضان المبارك، أو على الأقل استعدادا مثلا للعيد، تحضيرا الأطفال يعني تحضير الأطفال لهذا العيد أو ما شابه؟ كما قلت لك معظم الطقوس التي تكون في شهر رمضان هي تكون ذات طابع ديني أو ذات بعد ديني أو مجتمع اجتماعي صح التعبير، جميعها تتكرس في هذا الجانب، يعني الأنشطة أو المناسبات الاجتماعية التي تكون هذه في بداية الشهر التشهير، وثم التفاطير يعني يكون في كل يوم يروح الأسرة يفطروا في بيت أحد من أفراد الأسرة، والجوانب الدينية هناك عدد من حلقات الذكر تكون مكثفة في شهر رمضان، مثلا بعد الصلوات في معظم جوامع حضرموت ساحلا وواديا بعد صلاة الظهر مثلا يكون هناك درس في السيرة النبوية، بعد صلاة العصر يكون درس في الفقه أو في الرقائق إن صح التعبير، هناك موشحات أو أناشيد معينة تقال بعد صلاة الوتر وبعد التراويح، وأنا كنت أعتقد أحد المشاهدين يعني بالحديث عن ذلك ينضم إلينا الآن عبر الهاتف المنشد علي بحرمي الذي يعني نحن نسعد باستضافته الآن. أهلا بك سيد علي. يا مرحبا وسهلا، حياكم الله. يا حياكم الله، اهلا بك الى هذه الحلقه من المساليه، من سعداء بان تكون معنا. اذا نتحدث عن رمضان وخصوصيه رمضان في حضرموت، ما هي ابرز الاشياء التي يمكن لك ان تذكرها بهذا الخصوص سيد علي؟ في رمضان في حضرموت بالذات او في تريم بالاخص تتميز بتراتيب و ويغلب عليها الروحانية من صلوات طوال الليل وأناشيد في المساجد، و يعني عندنا الوقت معمور جدا يعني. بالحديث عن الأناشيد لابد أستاذ علي أن تسمعنا شيئا وتسمع السادة المشاهدين شيء من الأناشيد التي تمتاز بها تريم، خصوصا مع الليالي العشر يعني إذا سمحت. ليالي العشر. نعم، بالنسبة لليالي العشر تتميز بقصائد لتوجيه للشهر العشر الأواخر، مثلا ممكن نقول عليها كان مولد. مولد، نعم، تفضل.
استاذ علي اذا العيشون من رمضان ولا بلا ليالي القدر عودي فيه وصلنا اذا شكرا لهذه يعني اللمحات من هذه الاناشيد من هذا المولد. استاذ علي هل يعني بتريم هناك نوع من يعني الطقوس التي تحضرون لها لايام العيد ام ان الامر يستمر يعني ما تقومون به في شهر رمضان يستمر من مولد من ايضا قراءه القران الى اخره؟ يعني في رمضان في ترتيب خاص وفي العيد في ترتيب اخرى تختلف عن رمضان. حدثنا عن ذلك قليلا. بالنسبه لرمضان عندنا بعد صلاه التراويح صلاه الوتر يضمون بشله الكتب وهي عباره عن مدايح النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الاناشيد كنا على نمط الابجديه يعني كل حرف يعني كيف تكون بحرف الباء وهكذا اخر ليالي الشهر الفضيل. أستاذ علي سنحاول، يبدو أن هناك إشكالية في التواصل. أشكرك على كل حال على تواجدك معنا في هذه الحلقة، سنحاول لا أعرف إذا كان الأخوة في الكنترول سيحاولون إعادة التواصل معك. شكرا جزيلا على تواجدك معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. بالعودة إليك أيمن، كنا نود أن نسمع من المرشد علي بحر. ممكن أنا أسمعك حاجة يعني؟ لا بأس، إذا كان يا عمي أسمعنا يا عمي أطربنا اليوم. الله يعطيك العافية. الله يبارك فيك. هناك حقيقة الأستاذ علي من أبرز المرشدين خصوصا في جانب التواشيح والأناشيد، وأنا كنت أتمنى أنه يسمعنا حاجة أكثر لأنه صوته شجي ومن الناس المؤثرين. كما ذكر في مداخلته الأخيرة أنه هناك بعض الموشحات المخصصة لليالي شهر رمضان، بحيث كل ليلة يكون هناك حرف على حروف الهجاء، هناك موشح معروف وهو القوافي، في كل ليلة يتم قراءة عدد من الأبيات تصل إلى 12 بيت من الأبيات. في كل ليلة يكون خاتمة القوافي هذه حرف من حروف الهجاء، في الليلة الأولى الهمزة، في الليلة الثانية الباء، في الليلة الثالثة التاء. فأنا في فترة من الفترات سنسمع اليوم شيئا منها. إذا 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 لكن إذا حضر الماء بطل التيمم، لكن لأن التواصل كان صعبا مع الأستاذ علي. نبدأ نسمع منك. في يوم من الأيام كنت يعني أردد هذه الموشحات في حضرموت، فلا بأس أن نسمعكم شيء، لكن طبعا الصوت ما بيكون بيقولوا كيف إعلامي مفروض يقرأ يقرأ أخبار شوية، لكن من باب ليش من باب إعطاء فكرة. بكل تأكيد نعم، هناك موشح وهو القوافي الوعظية. الشباب لو في شوية صدى علشان ما نفتضح يعني. لا ما شاء الله صوتك ورا، تفضل. بسم الله حسن الابتداء، وآسله الرضا في الانتهاء، تبارك ذو العلا والكبرياء، تفرد بالجلال وبالبقاء، فهذا مطلع من هذه القوافي. كيف عادنا محتفظ بشيء؟ كمل يا عم، كمل القوافي والحروف كلها والهجاء كله، يعني مش بس يوم واحد. هذا المطلع الذي يتم
افتتاح بالقوافي الوعظية في كل ليلة، ومن ثم يبتدأ قراءة النص التي تتعلق بحرف من حروف من حروف الليلة. جميل. نعم. هذه يعني خاصية جميلة. كنت أتمنى حقيقة أن تسمعوها بصوت الأستاذ علي بحرمي، لكن من سوء حظكم ما أعرف سمعتوها بصوتي. إن شاء الله نحاول نوصلها بشكل أو بآخر، إعطاء لمحة عن هذه الموشحات. أشكرك جزيل الشكر على ذلك. طيب علي أيمن عفوا، بالحديث عن حضرموت والحديث عن شهر رمضان، المعاني الروحية للحضارم ربما دفعت بهم إلى نقل ثقافة إلى أماكن كثيرة، وصلت إلى الأندونيسيا حتى أيضا، يعني من المشهور على الحضارم نشرهم للإسلام ونشرهم لعاداتهم في تلك الأماكن. ما هو الدافع برأيك الذي أوصلهم إلى هناك، إلى كل تلك المناطق؟ نعم، كما هو معروف في فترة من الفترات شهدت حضرموت على وجه التحديد واليمن ربما بشكل عام ظروف صعبة. هذه الظروف، المجاعة وضنك العيش وفرص العمل كانت قليلة، والحضرمي بطبيعة حاله أنه إنسان مكافح وإنسان عصامي يبحث عن الفرصة هنا أو هناك، فهذا دفعت بالكثير من أبناء حضرموت إلى السفر وطلب الرزق في شتى أنحاء المعمورة، على ما في ذلك من صعوبة في تلك الفترات، ربما منهم من ذهب عبر البحر ومنهم من رحل عبر وسائل المواصلات التقليدية، فراحوا انتشروا في شتى أصقاع الأرض. وهذا يعطينا جانب آخر من شخصية الإنسان الحضرمي، أنه إنسان يعني بطبيعته المدرسة الحضرمية، وهو الذي الحقيقة تراجع ربما لدى أجيال اليوم، أنه كان عندما تقول شخص حضرمي معنى ذلك أنه مجموعة من الصفات، ليس لكونه من أبناء هذه المنطقة الجغرافية كان له هذا السمعة الحسنة. كان الحضرمي يمتاز بالصدق، بالأمانة، بالوفاء، بالإخلاص، بالحرص على مثلا المسؤولية التي توكل إليه. فراحوا هم في الأساس إلى هذه الدول تجار، حتى أن شاعر اليمن وشاعر حضرموت الكبير علي أحمد باكثير قال عن هؤلاء الذين رحلوا، قال: رحلتم تبتغون هناك رزقا. يتكلم عن الحضارم الذي ذهبوا إلى أندونيسيا وشرق آسيا وإلى أفريقيا أيضا. ذهبتم تبتغون هناك رزقا فقمتم تنشرون هناك دينا. يعني هم راحوا أساسا أنهم يبتغون الرزق، ولكن بمعاملتهم نشروا تعاليم هذا الدين. عندما شاهد الناس هؤلاء التجار بهذه الأمان، وكان التعليم في حضرموت الأهلي هذا أخرج فقهاء، نتكلم عن عوام الناس كانوا على دراية بعلوم الدين وعلوم الشريعة، ممكن مثل خريج الدراسات الإسلامية في هذا الوقت. يعني الأربطة في وادي حضرموت هذا عالم آخر، رباط طريم ورباط الحبشي في سيئون ودار المصطفى الآن يقصده الناس من الشرق والغرب. هناك جانب آخر تمتاز به حضرموت، المدرسة الحضرمية صح التعبير ذات الطابع الصوفي. هذه المدرسة جلبت الناس وصدرت كثير من العلماء، في كما قلت لك في سنقفورة، في حتى أن كثار عدد من الأسر الحضرمية التي هاجرت إلى سنقفورة كانت أصحاب أموال. وحتى أذكر أحد من أسرة الكاف، وهي أسرة معروفة كان له إسهام في الجانب الاقتصادي في سنقفورة، حتى أن صورته طبعت على العملة السنغافورية، لا أذكر اسمه في التحديد. هناك عدد من الكوادر في الجانب الثقافي، في جانب التجاري، في الجانب العلمي. يعني ليس فقط حضرموت هي مجرد عبارة عن مجموعة من الأزاهيج ومجموعة من المأكولات الشعبية، لا، حضرموت صدرت عدد من العلماء في مختلف المجالات، التاريخ، الطب، التجارة وما إلى ذلك. نتمنى إن شاء الله أن نكون خير خلف لخير سلف إن شاء الله، وأن يستلهم الجيل الحالي القدوة وأن يمضوا على نفس الطريق. كما قلت لك، نحن الآن في هذه الحلقة نتحدث عن خصوصية حضرموت، ولكن اليمن بشكل عام صدرت أعلام في شتى المجالات وإلى كل الدنيا. والوقت لا يكفي حتى للحديث عن خصوصية حضرموت في هذه الحلقة بكل تأكيد. سنكون سعداء بتخصيص حلقات أخرى لحضرموت. سعيد جدا أستاذ. الأخوة في الكنترول كانوا يريدون موشحا آخر، هل هناك مجال؟ إذا في نطلع تتر يعني بعده. ننهي في 30 ثانية ننهي هذه الحلقة. إذا مشاهدين الكرام شكرا لاستماعكم، ننهي هذه الحلقة
مع الموشح من الزميل أيمن، تفضل. من المشحات المعروفة للإمام الحداد، يا ربي يا عالم الحال، بعض الأبيات ممكن نجيبها منه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، اللهم صل وسلم عليه. يا ربي يا عالم الحال، إليك وجهت الأمال، فامنن علينا بالإقبال، وكن لنا واصلح الحال. يا ربي يا ربي الأرباب، عبدك فقيرك على الباب، أتى وقد بت الأسباب، مستدركا بعد ممال، والحمد لله شكرا على نعم منه تترى، نحمده سرا وجهرا وبالغدايا.